احنا اساتذه سلميين هنا بطبيعه الحال مرابطون الى ان يصدر القرار كتابيا. اذا احنا واش نديرو؟ تبع معايا احنا التعبئه نخبروا كاش مرانا واش وعدونا؟ الصحافه الوطنيه واش وعدنا؟ هو التعبئه ماشي لا مريح في دار ويحوس الايد ماشي يجيه. ماشي لا مريح في دار ويحوس الايد ماشي يجيه. ركبت معاه اللي حب ياكل الجي فيريح في دار واش الايد ماشي يجيه. كاع انتونا كاع متضامنين باش نبغي الباس يد واحده. قلنا يد الناس بدون شروط، يد الناس بدون شروط. الان رانا نستناو صامدون مريحين هنايا بطبيعه الحال. مطالب سلميه اجدد متعاقدين مثقفين سلميين وان شاء الله بربي يكون فيها خير. ان شاء الله يا رب. المهم واش قال الاخ هذا؟ المهم احنا واش يقرر المكتب رانا معاه. بصح كاين حاجه حاب يقولوا انسان يقسم والله 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 كمل يلا والله 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 انا الادماج ما نتخلى انا الادماج ما نتخلى والله 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 انا الادماج ما نتخلى عن الادماج ما نتخلى. هذا راه قسم، يعني اي انسان قسم الان عليه ان يصبر ويبقى هنا الى غايه صدور القرار، لا رحيل لا رحيل الى ان يصدر صامدون كالجبال ثابتون بالإدماج مطالبون أساتذة وأستاذات والرئاسة في سبات يا أصحاب المحلات يا أصحاب المحلات يا أصحاب المحلات يا أصحاب المحلات شكرا على الوقفات شكرا على الوقفات شكرا على الوقفات في الليالي المظلمات في الليالي المظلمات في الليالي المظلمات في الليالي المظلمات وقفوا معنا بثبات وقفوا معنا بثبات وقفوا معنا بثبات وقفوا معنا بثبات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين انصرنا على الظالمين انصرنا على الظالمين مظلومين على الأرض نائمين على الأرض نائمين